من أبواب البر وصنف الخير التي ازدان بها هذا الشهر، وهي مشروعة في كل الأيام، لكن في هذا الشهر لها خصوصية خاصة، القيام، تلك العبادة الجليلة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا لها من منة ويا له من عطاء أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. إن الطريق الذي تدرك به هذا هو أن تحرص على قيام هذه الليالي المباركة، أن تحرص على ملازمة المساجد والمواضع الصلاة في بيوت الله وفي غيرها، في كل ما تيسر لك وحيث ما تيسر لك، فاحرص على أن تحقق هذا الخير لتدرك هذا الفضل. فإنه من قام رمضان إيمانا، أي تصديقا وإقرارا بمشروعية هذا، واحتسابا للأجر، أي طلبا للثواب والعطاء والنوال من رب كريم جل في علاه، فإنه يغفر الله تعالى عن عبده الذنوب. هذا جزء مما يدركه المصلي في هذا الشهر، ولكن كل فضائل الصلاة ثابتة للمقيمين المصلين، ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا فضل خاص، وهذا الفضل الخاص لا ينبغي أن يغيب عنا بقية الفضائل والأجور والخيرات والثواب الذي وعده الله تعالى المصلين.